أغنية فتيات الروابي. أنا بالنسبة إلي هاي الأغنية كانت لازم تعبر عن إيش هي صورة المدرسة اللي إحنا عم نكونها، وأنا بالنسبة إلي هاي الأغنية بتعبر كتير برضو عن مس فاتن، إيش بدها صورة المدرسة تكون؟ طبعاً إشي مهم كتير للشو كيف رح الختام تاعه. عم بحكي مع تيما عن الموضوع لسه قبل التصوير هذا كان، وقلت لها إنه إيش رأيك بآخر حلقة ستة إيش نعمل؟ فقالت لي في إشي في بالي. الأغنية اللي بلشنا فيها المسلسل اللي هي مدرسة الروابي فيرجن تانية منها يكون بالنهاية. قلت لها أوكي that's actually very interesting. أنا خلص مصرة بدي أستخدم الروابي، وشيرين مصرة إني أجرب أشياء تانية. كنت حابة أشوف تغيير وجهة النظر، نفس الكلمات نفس الأغنية بس كيف غيرنا المود تبعها. فقلت لتيما إنه خلينا نجربها مع بيانو instead وبمود وإحساس مختلف تماما. قررنا نحكي مع ليال وطفه اللي هي ميوزك كومبوزر، حكيت معها وشرحت لها المود اللي بدنا اياه لهاي الاغنيه انه كيف مختلف تماما. في جروب على الواتساب وكمان عندي فويس نوتس تيما بتغني كمان لليال اشياء يعني كنت بشرح لها إشي وكلكم صرتوا تضحكوا. كانت تغني إيش كل الانسترومنتس اللي عم بتصير. ف ها فقالت لي فهمت عليك تيما على الواتساب جروب تبعت الميوزك، بعثت لنا الفيرست فيرجن. سمعتها وحسيت يعني انه راح ابكي، كل المعنى يعني الكلمات تغيرت بهاي الاغنيه بهاي الطريقه. فانه نحن فتيات الروابي، هذول هم فتيات الروابي. بنهايه الحلقه كيف ايش مريم عملت، كيف صار في انتقام، شيء صغير كيف كبر وهلا صار في له ابعاد وعواقب وخيمه. مدرسة الروابي هيك عملتنا، فهدول هم بنات الروابي الحقيقيين اللي with no filter زي ما نحكي. يمكن بكل المسلسل بستايل الأغاني اللي استخدمناهم المسلسل ما استخدمنا آلة التشيلو. إحنا نهينا المسلسل، حسيت بهاي اللحظة بنهاية المسلسل نحتاج إشي زي هيك، وكتير كان إضافة حلوة من ليال برضو إعادة توزيع الأغنية كيف أضافت هذا الإشي. أنا لما أسمع هذا البارت بآخر الحلقة بآخر إشي قلبي يعني هلا وانا عم بفكر فيها هيك متضايقه. خلص كنا عارفين انه رح تزبط. خلص خلصنا هيك مضى الاغاني. We did it شيرين عن جد. We did it. See you. Bye تيما. Bye. I love you. Bye.